نصبح على الشيف اماني. اهلا بيكي، صباح الفل والنور. صباح النور يا حبيبتي، اهلا بيكي معانا النهارده. حاجات كده جميله بقى كده، واكل من اللي بطنكم يحبوا. معانا ايه؟ في حد عامل ريجيم؟ بس ريجيم ايه؟ مفيش ريجيم النهارده، الريجيم هينتحر قدام الاكل بتاع النهارده. معانا بقى كوارع وممبار وكنافه، يعني بالقشطه وكده. كنافة وممبار وكوارع، اهم حاجه محدش عامل ريجيم يعني، بس أيوة، عشان ما يتعبش معانا في الموضوع ده. هنرجع لك بقى في التفاصيل، لان الحقيقه الكوارع اللي ما اتعملتش حلو يبقى ما تتعملش اصلا يعني. هنرجع لك ونشوف ازاي نقدر نعمل كل الحاجات دي بحاجات سهله ومكونات ان شاء الله بسيطه، وكل اللي بيعملوها لاول مره يبقوا عارفين ازاي يعني يعملوها كويس. خلونا الاول نروح لشيف اماني ونشوف المكونات بتاعتنا بقى، والممبار والكوارع. صباح الفل. صباح الفل جدا. ايوه بالظبط. يعني هتعملي الاول الكوارع ولا الممبار؟ هنعمل الكوارع الاول بقى عشان تاخد سوا، وبعدين نشتغل في الممبار. جميل. طيب قولنا الاول المكونات بتاعه الكوارع اللي هنحتاجها عشان هتنزل معانا على الشاشه ونبدا نشتغل معاكي. تمام. احنا الكوارع هنحتاج عشان نسلقها يعني حبهان، ويعني وبصل وورق لوري بس، وبهاراتنا بقى يعني. بس الاساس الكوارع نفسها. طيب هتحطيها تتسلق ولا هتعمليها ازاي؟ انا الاول الكوارع سلقتها نص ساعة، يعني حطيتها في مية مغلية بحيث ان هي تطلع اي ريحة فيها او كده. ايوه. وبعدين خرجتها، بس دلوقتي هنبتدي بقى نعملها، حطها تاني في المية يعني. يعني تاخد بس نص سوا. جميل. بس هبتدي دلوقتي اسويها. هحطها في هحط زيت. احط زيت حاجة. انتي بس بتطيري ريحة الزفر منها صح كده؟ هي نص ساعة بس بتتغلي، وبعدين بطلعها اشطفها بس، وبتبقى عندنا بالمنظر ده يعني. دلوقتي هنبتدي بقى نحطها عشان نسويها. احط نقطتين زيت. بتحطش معاها بصل او بتحطش معاها حاجة في مية ال بصل وجزر وحبهان وقرنفل وفلفل. لو انا يعني على حسب الرغبة بقى يعني. زي ما نحب. حط برضو معلقة زبدة. معلقه صغيره، هي اصلا الكوارع بتكون دسمه. ايوه مليانه. بس عشان نشوحها فيها يعني شويه. وهتنزلي بقى عليها بيها. نشغل البوتاجاز. الممبار بقى، الناس اللي ما بتعرفش تعمل الممبار، انا بحس الممبار يعني معظم الناس بتحبه، بس بصراحه بيعتبروه صعب جدا في عمايله، عشان كده ناس ايه ده سهل خالص. ما هي سهل ولذيذ يعني. انا بعتبره سهل يعني. انا عندي مثلا هتقولي لي اعملي ممبار ولا ورق عنب، هقول لك لا ممبار. ايوه. وخصوصا هنا هو بيتباع نظيف يا جماعه، وحلو كده ومتغلف بالملح. ما شاء الله. يعني دوبك يتحط في حبه ميه بخل ويتقطع وشكرا عليك. سهل هنا في العمايل. كده شغلنا النار. هحط بقى البهارات بتاعتي. هحط ورق لوري قبل ما تنزلي ال يتشوحوا معايا يعني. هحط الحبهان. حبهان مطحون. الحبهان المطحون. واحط شويه مرقه. مرقه لحمه. مرقه لحمه. ولو حبيت مثلا ممكن واحده او اتنين قرنفل عيدين. بس. واحط البصل. يعني انت بتحطي في ميه السلق بصل، وبتحطي كمان معاها بصل، ولا ميه السلق ميه بس؟ لا، الميه الاولانيه ميه فقط، وتغلي لمده نص ساعه. وبعد ما تغلي بطلعها واشطفها خالص، بتطلع بقى اي ريحه فيها يعني. بعد كده تعملي لها شوربه بقى وانت مطمنه، ما تقلقيش حتى ان الشوربه فيها زفاره او ريحه او اي حاجه يعني. بس هنبتدي بقى نحط الكوارع مع بعض. نشوحها في على النار، بس تاخد ريحه يعني، وتاخد لون بسيط كده، وبعدين هنحط بقى الميه المغليه يعني عليها. سيبيها تكمل بقى السوا بتاعها ان شاء الله. حلو. جميل كده. ما حطيتيش البصل؟ حطيت البصل. حطيتي بصل؟ يبقى انا في حطيتي نص بس. شوح شويه. هنا عتب على النظر يا جماعه. لا يا حبيبي ولا يهم. تمام. بس ونبتدي بقى نعمل خلطة الممبار. طيب يلا قولي لنا بقى المكونات الأول بتاعتها، وبعدين نبتدي معاكي. نسيت أقول إن احنا الكوارع برضو هنحط لها جزر. عشان يعني يدي طعم للشوربة. أيوه.
تمام. بالنسبة بقى لخلطة المحشي هنحتاج طبعا يعني هي زيها زي خلطة المحشي، هنحتاج بصل، الصلصة بتاعتنا وزبدة وبهاراتنا بقى اللي احنا بنحبها في المحشي، الفلفل والكزبرة والكمون، البابريكا، انا بحب احط نعناع جدا، حلو بيدي طعم جميل ومفيد طبعا، بس المرقة وبهارات السبع بهارات، وبحب احط كمان يعني رشة بسيطة خالص من القرفة. من القرفة حلو. الصلصة دي انت مسبكاها؟ مسبكاها شوية صغيرين، مجهزاها على اساس تبقى جاهزة يعني نستخدمها. طبعا هي المقادير نزلت عندنا، يعني ما ينفعش مثلا تقولي لي كل معلقة صلصة او كل كوباية صلصة تحتاج كوباية رز ومثلا لفة خضرة، ولا بالنظر كده هتعلمينه بالنظر؟ بصي اصل ايه، في ناس ما بتحبش الصلصة كتير في الخلطة بتاعت المحشي، في ناس بتحبها كتير زي كده. ايوه فيعني على حسب انت بقى تقديرك الشخصي يعني. أيوة. وفي الحالتين مش هيبوظ يعني، المقادير دي مش هتأثر على بوظانه. لو مقادير في حاجة تانية كنا نقول مثلا لازم نقول مقادير عشان ما تبوظ يعني. طيب يلا هتبدأي بقى تخلطيهم مع بعض. ان شاء الله هنحط برضو زيت. احنا هنسبك زيت برضه حوالي المحشي او للمبار بقى، زيت ومعلقه سمنه. في ناس على فكره بتعمل المبار بالطريقه اللي هي ني في ني كله، على حسب بقى كل واحد بيفضل ايه يعني. انا عملتها بالاثنين بصراحه، معظم الوقت بعمل بصراحه ني في ني، بحط لها زيت وتمام يعني بتبقى كويسه تمام، بس بحس ان اللي متسبك لها احلى. يعني بحب اسبك. أيوة. يعني افضل ان انا اسبك يعني، كل واحد بقى يعني واللي يشوفه يعني، مش هتفرق كتير يعني. كده احط البصل، انا كمان بحب احط مع البصل وهو بيتحمر فلفل، فلفل اخضر على اساس يدي نكهه معايا يعني. كله مع بعضه كده في الحله وياخد تشويحه وريحه الكوارع بقى يتسبك. نسيبه يتسبك ياخد بس كده غير لونه صح، وهتنزلي عليه بالصلصه. ان شاء الله باذن الله. طيب لو ما عنديش سبع بهارات الدنيا تمشي عادي صح؟ عادي جدا. في حاجات اساسيه يعني الفلفل والكزبره بس، بعد كده بقى حطي بقى اي حاجه انت بتحبيها. كمون مش اساسي؟ كمون حتى يعني المفروض ما يتحطش كتير، بس وجوده او عدم وجوده عادي يعني على حسب ما انت تفضلي. بس في حاجات لازم زي الفلفل وكزبره طبعا في المحشي يعني، سواء خضره او بهارات يعني، بتدي طعم وبتدي نكهه حلوه. طيب انت كده بتقلي دلوقتي الكوارع اهي، خلاص قربت يا بس لون وراكي هنا، لو عايزه معالق وراكي هنا. خلاص هنحط عليها، هنحط بقى الميه. انت بس عايزه تديها بس صدمه خفيفه خالص. إيه خلاص خدت خلاص اللون اهي، هنحط عليها الميه. يفضل الميه تكون مغليه. تبقى سخنه على طول. طيب سخنه بس، وهبتدي بقى ايه اسيبها واغطي عليها وتستوي بقى براحتها يعني. اعرف بقى انها استوت، يشوفونا بيعملوا الحاجات دي لاول مره بالملمس بتاعها يعني، لو حطيت المعلقه كده عليها تبين اذا كانت مستويه او لا يعني. لما تنزل جامد هي بتحب تستوي كويس يعني. وطبعا ممكن حاله الضغط كمان بتوفر في الوقت يعني، فعلا لو هي اتعملت فيها ساعه في الضغط مثلا بتحتاج نص ساعه بالظبط، 35 دقيقه. وكل ما الكوارع بقت دايبه كده ويعني بقت افضل يعني، جوعينا اكتر جوعينا اكتر. طيب جميل كده، تسيبي الصلصه تتسبك وبعدين تبداي تضيفي بقى المكونات. انت جايبه هنا خضره، بقدونس. بقدونس والشبت والكزبره. وهتقطعيهم صغير. هقطعهم وهم هيتحطوا اخر حاجه خالص. والرز انت غسلاه بالنسبه للرز انا غسلاه ونقعاه في ميه مغليه على اساس يفتح شويه يعني، ما يبقاش ناشف، لان الممبار بيبقى مكتوم، ف لما الرز يتنقع في ميه مغليه يبقى عنده استعداد يعني ان هو يستوي بسرعه اكتر، ما ياثرش على الممبار يعني. طيب حلو جميل. طيب هنا البصل والفلفل هسيبهم يتحمروا، وبعد ما يتحمروا هحط عليهم الطماطم واحط بهاراتي كلها. دي طماطم من الطماطم بتاعتنا العاديه مضروبه في الخلاط. مضروبه في الخلاط ومتسبكه وعليها معلقه صلصه. هحطهم عليها وبعدين هسيبهم يتسبكوا والبهارات. وانا بحب احط معلقه قشطه. قشطه في المحشي قشطه في المحشي عموما، اي خلطه محشي يعني. ليه بقى؟ يعني تدي نكهه.
تدي نكهه، تدي نكهه مختلفه يعني. جديده دي القشطه بصراحه. اول اما نخلص بقى ده كله هحط عليهم الرز واخليه يستوي شويه برده وهو في الخلطه. يعني الخلطه سخنه وانت هتنزلي عليها بالرز؟ هحط الرز وهو في الحل عادي مع على النار واخليه يستوي شويه. دي جديده دي خالص يعني مش ني يعني مش هنحشيه ني، هنحشيه واخد سن السوء. يعني هيبقى يعني ايه شرب شويه الصلصه. بس ده الهدف منه. بس ياخد انه يفتح شويه ويشرب شويه الصلصه. ايوه عشان يسهل عليا تسويه الممبار يعني. طيب حلو حلو جميل. دي حاجات في الاخر بقى خالص اسيبه يهدى كده، وبعد ما يهدى اخر حاجه احطها الخضره طبعا متقطعه. جميل قوي. هنشوف بقى معاكي ونواصل معاكي ان شاء الله. بس قولي ايه رايك في موضوع المقارنات؟ تحس انه بقى منتشر كده في الاوساط المقارنات الناس بعضها. الناس تقارن حياتها بحياه غيرها. لو بيت عيلة كل سلفة تقارن نفسها بالسلفة التانية، عندها ايه وانا ما عنديش. مشكلة كبيرة والله. انا شايفة كل انسان ليه ما يميزه يعني، وكل انسان ليه وظيفته وليه هدفه، ويعني الناس اللي هي بتقارن دي اعتقد ان هي فاضية. فاضية. ايوه هو زي ما بيقول فاضي يعمل قاضي. بقى نروح ونشوف من ضمن نعم اللي موجودة عندنا الاكل، وان احنا نبقى عندنا القدرة ان احنا ناكل، وعندنا القدرة ان احنا نعمل اكل ونقف في المطبخ. اهلا بيكي مرة تانية. بيكي حبيبي. وصلنا لحد فين؟ بدأت تحشي الممبار. انا نسيت اقول لك بس ان احنا لما نخلص الخلطة بنجيب فصين توم ونهرسهم بس عليها في الاخر. مش مع البصله يعني؟ انت الاول شوحتي البصله نزلتي عليها بالصلصه وبعدين حطيتي الرز وبعدين التوم، والتوم في الاخر بقى. فصين توم يعني هيدوا نكهه وفي نفس الوقت مش هيبانوا. طلعت على فكره بس ريحه جميله ظريفه جميله بدات بقى تسبب بقى للممبار. قولي لنا بقى. انا همسك الممبار، انا جايبه الممبار الكبير ده. اقطعه ازاي؟ احشيه الاول ولا اقطعه الاول؟ اعتبريني كده مش عارفه اي حاجه، وقولي لي بقى ايه خطوه خطوه كده مع الممبار. بصي هو دلوقتي في ناس بتحب يعني بتفضل ان هي تقلب الممبار وهو طويل كده تحت الحنفيه، الدهن بره ومن جوه فاضي. طبعا طبعا ده بعد الغسيل يعني، بعد ما تغسلوه الاول كويس بميه كويس. وانا ما بفضلش يعني ان انا احط خل او ليمون لان بيأثر عليه يعني. بيأثر عليه. فبعد ما بغسله كويس وبحط عليه معلقه قرفه صغيره. انا شايفه فعلا في قرفه موجوده هنا. بحط عليه معلقه قرفه على اساس يعني تمتص اي ريحه. في طريقتين بقى. يا اما همسك الممبار وهو طويل كده تحت الحنفيه هقلبه وادخل فيه ميه واقلبه كله. انا بقطعه الطول اللي انا عايزاه يعني، مثلا كل مباراه قد كده مثلا، واحطه في الميه. وباجي طبعا على حسب بقى انا بحب ايه. انا بحب الممبار عامله صغير. اهو ايوه كده كده بقى نعزك قوي. هو اصلا انت جايبه رفيع، هو بيبقى في ممبار اصلا رفيع. هو رفيع بيبقى احلى، بس ساعات يعني انت ظروف بتجبرك ان انت بتلاقي الواسع شويه. انت بقى بتحبي ايه؟ بتحبي تحطي الدهنه بتاعته جوه ولا بره؟ يعني تحشي على الدهن دي هتفرق في ايه لو حطيتها جوه؟ مش هتفرق. وهتفرق في ايه لو طلعتها بره؟ بصي انا في مصر كنت بحطها جوه عشان الدهن بيبقى خفيف، انما هنا الدهن كتير فبفضل ان انا اسيبها بره يعني. اسيبها من على الوش اللي بره يعني. فانا هاجي كده اهو قطعته حتت صغيره وعايزه اقلبه. اقلبه بالراحه كده زي ما بعمل الكبيره بالظبط تحت الحنفيه. اروح مدخله بقيتها وحاطه شويه ميه وتسحبيها بالميه. ومسكها كده وسحبها بالميه. خلاص اتقلبت اهي. يعني الطريقه دي يعني كل واحد بقى واللي يفضله يعني. بس طبعا هوفر ميه، مش هقعد بقى تحت الحنفيه اقعد ساعه نص ساعه ولا ساعه الا ربع عشان اعمل ده كله. بتقلبه وهي بتغسله يعني. انا كنت بنقف صراحه في خل. أيوه. وانا بغسله بقى بنضفه بروح قلبان وهو بيتغسل يعني. أيوه. تحت الحنفيه يروح مقلوب. ما انا فاهمه. اللي انت تفضليه بقى. عايزه تقلبيه تحت الحنفيه مفيش مشكله، عايزه تغسليه كويس وبعد ما تغسليه تقلبيه في طبق كده يعني اللي انتوا عايزينه. المهم ان انتوا تعملوا الايسر ليكي يعني. طيب مفيش جميل. مشكله. نبدا بقى في الحشو بتاعه الممبار. بعد كده بقى هاخد الممبار اهو. أيوة. اتقلب سواء بقى انا عايزاه على الوش ده او الوش ده اللي انا بحبه. لو الدهنه بتاعته كتير يعني بفضل اخليها بره، لو قليله بتدي طعم وهي جوه. طبعا هبتدي احشي الممبار طبعا مملهوش خالص على الاخر يعني. انا عايزه دي كده. انت ماسكه الممبار عشان في بنات كتير قوي ما بتعرفش تحشي. هو ماسكاه ايوه ماسكاه بايديكي صباعين. شايفين يا جماعه فاتحه صباعين. ايوه وبتحشي بالتالت صح كده. وبحشي بقى في بالنص ده بس.
احشي شويه واروح بقى مبططه بايدي كده. بصي بقى في ممبار بيطلع تخين تخين قوي مش مشكله هو اصلا الرز كتير وفي ممبار بيطلع صغير ومحندق وقمر كده في نفسه. تمام هو طلعه ازاي حلو كده وصغير؟ هو عموما حتى لو الممبار واسع وانا ما حشيتوش رز كتير هيقفل على نفسه في الميه. يعني انا الممبارية مش هتطلع لي مدوره زي ما انا هاكلها يعني. أيوه. ده انا بحشيه وبططه كده خالص. شوف يعني سمكه تقريبا سنتي يعني اقل من سنتي كمان اقل من سنتي. بحيث هو في الميه هيدور بقى نفسه وياخد الحجم اللي انا ايه اللي انا حشيه. لو حشيته كبير هيبقى كبير، لو حشيته قليل، وطبعا لو الممبارية اصلا صغيره حجمها صغير وحشيتها رز كتير هتفرقع يعني. ايوه صح نزل رز كتير اصلا في بالظبط. والكبيره لو انا حشيتها قليل هتاخد حجمها ومش هتكبر قوي يعني ايه وهي بتتسلق يعني اهي. طيب. تاني اهي في ناس بتحط بعد ما تخلص الخلطه تحط لها زيت تاني عشان يبقى الزيت من جوه الرز من جوه مش معجن ولا كده. ايه تمام لو انا حاطه زيت كفايه عادي خلاص الموضوع تمام يعني. طيب تاني بقى ورينا كده واحده تانيه اهي عشان نروح لصحتك بالدنيا. تحية كده معانا. ايه الجوانتي الجوانتي الشغل بالجوانتي الحاجات دي بيبقى صعب يعني. بس على فكره بيحمي الايد والله. طبعا اهي فتحت بايدي الاثنين وبصباع ده اهو بدخل ال بصوا يا شباب يا اللي قاعدين لوحدكم بدخل اهو ال انا ما بحبش اوسخ ايدي على فكره وانا بعمل الممبار يعني لازم تبقى ايدي نظيفه. اهي بروح مبططاها كده بالراحه. في حاجه بقى كمان لو نلاحظها ان انا الخلطه ما هياش ناشفه. فيها صلصه. فيها صلصه او ان هي تبقى طريه شويه مثلا احط شرب عليها او كده بحيث ان هي يعني ربع كوبايه شوربه او حاجه بحيث ان هي ما تبقاش ايه ماسكه عشان تدي فرصه للرز يستوي جوه الممبار. لو انا حطيتها ناشفه قوي او ما فيش ميه خالص فيها هتفضل طبعا تاخد وقت طويل جدا عقبال ما الرز جوه الممبار يستوي وقد يكون الممبار من بره استوى يعني. فانت عايزاه يستوي كله بسرعه مع بعض وما بياخدش وقت لو متهيألي عاملاه بالطريقه دي. والحقيقه احنا مش بنعرف نعمله ايه يمكن عشان كده مش بنستخدمه كتير. معظمنا مثلا ممكن يستخدمه في السلطه او في الشرب متهيألي ملوش ما نعرفلوش حاجه ثانيه. عايزين نبقى نشوف معاكي حاجات ثانيه ممكن نستخدمها. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب انت كده كده حطيت الميه على النار عشان اسلق الممبار. الميه بقى احط فيها ايه؟ هحط طبعا ورق لوري. هحط حبهان. حبهان مش مطحون. مطحون قصدي مطحون. ليه مش مطحون؟ ليه مش الصحيح؟ انا بفضل الحبهان المطحون عشان ما اعملش مشاكل عشان محدش يلاقيه ويتضايق. بس واحد وعندي القرنفل. بصي اي حاجه بقى تدي ريحه يعني ميه الممبار دي بتحب اي حاجه تدي تضيع الريحه وتدي ريحه حلوه بحيث اللي بياكله يبقى يعني مطمن خالص وهو بياكل يعني. انسوا الماضي بتاعه خليكم في الحاضر يا جماعه مش لازم نركز في الماضي بتاع الناس. كمان الناس يعني انا اعرف ان في ناس بتحب شوربه الممبار